طيلة الأشهر الماضية، وقلعة القاهرة المطلة على مدينة تعز تتعرض للقصف بمختلف أنواع الأسلحة، لكنها شهدت في الأيام الماضية أكثر تلك الهجمات، حيث كثفت ميليشيا الحوثي من قصفها على العديد من مواقع تمركز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. تأتي الهجمات عقب التقدم الذي أحرزه الجيش منتصف الشهر الماضي في الجبهة الشرقية من المدينة، والذي تعاملت معه ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بموجة واسعة من التحشيد. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيا عززت صفوفها بالمقاتلين الذين وصلوا عبر خط الإمداد القادم من مدينتي الحديدة وإب، لكنها وفقا لذات المصادر لم تتمكن من استعادة أي من المواقع التي فقدتها وكانت تسيطر عليها منذ اندلاع المواجهات. ولم تقتصر هجمات ميليشيا الحوثي على مواقع تمركز الجيش الوطني، بل شملت الأحياء السكنية، حيث تعرضت أحياء الروضة والموشكي وسط المدينة لهجمات صواريخ الكاتيوشا والتي خلفت العديد من الجرحى وفق مصادر طبية في مستشفى الروضة. مصادر طبية أخرى شرق المدينة أعلنت عن وصول جرحى إثر قصف الميليشيا للعديد من الأحياء في المنطقة الواقعة أسفل موقع سفتيل وموقع قصر التشريفات، حيث ما زالت ميليشيا الحوثي تتمركز في تلك المواقع.